مرحبا، كيدايرين بخير؟ لاباس عليكم، نتمنى لكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا الفطور، وخليكم معايا. هذا البنات القلة ديال الخلع ديالي سالا ديال الخلع، ما بقاش ليا شويه اللي بقى ليا فيه. او مرحبا بكم، قبل علينا ما تضحكوش علينا، دخلي شي ديري تاي اي واحد ما كيتقبليها تاي. او بصحتكم وراحتكم وسمحوا لينا. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. منين سالينا فطرنا وقادي الدار شويه، اليوم غنقدم لكم بطيبيطات لذاد لذاد لذاد، صدقوني غتجربوهم وغادي تشوفوا كيفاش داير المذاق ديالهم رائع وبحشوه اقتصاديه. كنحتاجوا في هذا البطبوط نص كيلو ديال الفورص، نص كيلو ديال الفينو، وشويه ديال الخميره ديال الحلوه، شويه ديال الخميره ديال الدار، وشويه ديال الزيت ليسيور، المهم ماشي ليسيور بالضبط، اي زيت، معلقه ديال السنيده ومعلقه ديال الملحه والماء الدافئ للعجين، ونبداو على بركه الله. تجي شويه ملخوفه باش يجي البطبوط رطب ما يجيش قاسح. نصرحوها بالمدلك باش نديروهم بطيبيطات صغار، نقطعهم باي قطعه، كل واحد والقطعه اللي بغاهم صغار بغاهم كبار، اللي يعجبكم على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. حنا منين سرحناهم قطعناهم على هذا الشكل، نتوما قطعوهم باي شكل بغيتو. غنستمروا على هذه العمليه دي، نستمروا بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غنطيبها والحشوه ديال العماره ديال هذا البطبوط هذا. بعد ما عجنا داك الخبز ودرناه يخمر، بما يخمر غنقول لكم المقادير ديال الحشوه ديال البطبوط الصغير. كنحتاجو فيه شويه ديال كورجيت مقطعه هكا، شويه ديال خيزو تقريبا شي جوج خيزويات مقطعين بهذه الطريقه، وشويه ديال الخس، شويه ديال قزبر معدنوس، بصله مشلضه كبيره، شويه ديال الفلفله حلوه حمراء، شويه ديال الزيت مقطع دوائر بحال الطريقه هذه، وشويه ديال الفلفله خضراء،
الخس للتزيين وشويه ديال الكفته. الا ما كاينش ما متوفرش الكفته ديال اللحم تقدروا ديروا ديال الدجاج، انا كندير شحال نختار تقريبا بالدجاج، وشويه ديال زيت العود وشويه ديال زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل غنحتاج شويه ديال التحميره، شويه ديال الكنجبير، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، ونبداو على بركه الله. خو شويه ديال زيت العود، بما تسخن زيت العود ديالنا نديرو بصلات الشحر. تتسخن زيت العود ديالنا، ها هي ملي سخنت لنا داك زيت العود ديالنا غنديرو فيها ديك بصلات الشحر. نخليوها تشحر شويه، ندير لها شويه ديال الملحه، ندير لها شويه ديال الملحه، نحركوها شويه تتهبط لينا شويه هاد البصله هادي، غنديرو فيها العناصر الاخرى. زدت شويه ديال الزيت ليسيون هنايا، وغنزيد شويه ماشي بزاف، غندير ديك الفتله حلوه الخضراء الحمراء. اللي ما عندوش الحمراء ماشي ضروري، المهم اللي كاين اللي توفر. نخلطو نخليوها شويه تشد شويه فراسها عاد باش ندير داك الخضره الاخرى اللي بقات لينا. من شحر لينا داك البصله وديك الفلفله وديك البصله شويه فلفله حلوه وديك البصله، غنزدنا عليها خيزو وقزبر ومعدنوس وكورجيت محكوكه، وغنحركهم شويه بما حتى هما يطيبوا شويه. واحنا معكم اللحم داك الكفته، ندير شو ديال الابزار وشو ديال الزيتون، نقصو البوطه، ندير دوك التوابل اللي قلنا، شو ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير اللي بغى يديرو اللي ما بغاش ما يديرو، انا كيعجبني داك شويه، وشويه ديال البزار، نحركو شويه غنديرو دابا ديك الكفته، نديروها هنا طيب طيب مع هاد العناصر هادي. نديرها هكا باش يدخليها طيب، الحشوه هي تقريبا طابت طابط، غادي نطيو عليها واحد شويه، غنطيو عليها دابا نحركوها شويه، غنطيو عليها دابا ونمشيو نطيبو الضبط ديالنا. هاد الطبيطات هادو ولا في رمضان كيجيو زوينين، كيجيو زوينين، غادي تجربوهم ان شاء الله وغيعجبوكم، متاكده بانهم غيعجبوكم. غنطيو دابا على الحشوه ديالنا، درنا المقلة تسخن اللي غنطيبو فيها البطبوط، وغادي ندهنوها شويه شويه ماشي بزاف بالزيت، شويه فيها الدقيق. غنحطو البطيبيطات ديالنا يطيبو، غنقلبوهم نقصو لهم البوطه باش يطيبو على خاطرهم باش يتنفخو البيطات ديالنا، راه كيتنفخو يتنفخو، نقلبوهم هما البطيبطات ديالنا كنطيبو فيهم، ورجعوا معكم تنطيبوهم كاملين باش نبينو لكم الحشوه كيفاش غنعمروها بهم. هما البطيبطات ديالنا منين طيبناهم دابا حنا غنرجعوا معكم باش نعمروهم، نوريكم كيفاش غنعمروهم. بديت كنعمر فيهم هذاك الحشوه، لازلت عليها داك الخس مقطع، درت واحد الخصه تقريبا ولا جوج اللي بغيتو نتوما على حسب كل واحد، لا كيعرف تبارك الله
ونحطوهم. درت الخص هنايا وغادي نعمر بالحشوه، كيجيو خفاف وزوينين. الا درتو هذه الطريقه هذه كيجيكم البطبوط خاوي من الوسط، تقدروا تعمروا باي حاجه وباي حشوه، كل واحد واش كيتشها. ونستمروا على هذه الطريقه هذه تنكملوا. واو هما البطيبيطات ديالنا منين كملناهم مع كويس ديال العصير، وبالصحه والراحه، والى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.